أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه لا يشترط إذن الإمام في الجهاد لأنه لا يوجد للمسلمين إمام عام، حيث أن المسلمين اليوم دول متفرقة ولكل دولة حاكم؟ الحمد لله أن هذا ما له شأن، وله مفتي وله، وهذا جاهل مركب، فلا يؤخذ قوله هذا. المسلمين لهم أئمة ولله الحمد، كل والي في بلد وأطاعه كما مر بكم البارحة، أطاعه المسلمون وانقادوا له، فهو ولي أمر وهو إمام. هم من شرط الإمام أن يكون وليا عاما وخليفة عاما، هذا ما هو حاصل. لكن بعدما سقطت الدولة العباسية والخلافة التي كانت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تقطعت البلاد، صار على كل بلد منها والي، وأطاع المسلمون لهم، كل بلد أهله انقادوا لولي أمرهم، وصاروا دولة، تعتبر دولة إسلامية. ليس من شرط الإمام أن يكون عاما لجميع المسلمين، بل كل من خضع له المسلمون في بلدهم وأطاعوا له فهو إمامهم. ويجوز تعدد الأئمة في الأقطار، وهذا شيء درج عليه المسلمون، حصل حتى في عهد الدولة العباسية. عبد الرحمن الداخل انفرد بالأندلس، عبد الرحمن الداخل الأموي انفرد بالأندلس وأقروه على ذلك، ولا قالوا أنت خارج علينا. هذا أمر معروف عند المسلمين. نعم.